السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نديرو ريفيزيون ديال بويسونس، حيت اغلبيه التلامذ باقي مازال عندهم واحد شويه نقص في البويسونس، وان شاء الله غادي نخدم معاكم اكزرسيس مختلفين، يعني ماشي من المقرر، ماشي يعني غير مختلفين باش تعرفوا النيفو فين تقدروا تزيدوا تراجعوا. مازال اكزرسيس 1، عندي هنايا موان زان بلس 2023 بلس 2021 بويسونس 0، إذن 1 بويسونس واخا يكون 1 بويسونس لانفيني كيساوي 1، و 1 بويسونس 0 إيكالا هادو. هذا الكور تكونوا عارفين. اذا موان زان بويسونس 2023 ايكالا موان زان، حيت هذا عندي امبير، بلوس 1، دونك موان زان بلوس 1 ايكالا 0. نباس بي موان 5 sur 3 puissance 2 il y a moins 5 sur 3 fois moins 5 sur 3 égal à moins 5 fois moins 5 c'est 25 sur 3 fois 3 c'est 9. Voilà, on dirait que maintenant un cadre. C'est 2 puissance moins 1. Et donc, هنا غتكون صافي عارفين الجواب ان شاء الله. اذا انا في المقلوب ديالو 1 sur 2 puissance 1. اذا كان عندي نيجاتيف كنرجعها بوزيتيف في الديمينيراتور. دونك سي 1 sur 2. Voilà. Opération D, c'est 4 sur 3 puissance moins 3. Et là, la puissance, il est quand même négative. Il est toujours positif. Là, on va dire 3 sur 4 puissance 3. Quand on a fait 3, puissance 3 sur 4 puissance 3 il y a 27 ou 4 fois 4 fois 4 il y a 64. Opération E, 1 moins 2 puissance moins 2 il y a moins 1 puissance moins 2 fois 1 plus 1 sur 3 fois 3 c'est 9. Moins 1 puissance moins 2 حنا غنديرو نطبقو الكور، غنشرح لكم بطريقة مبسطة، هي 1 سور موانز 1 بويسونس 2 فوا، هنا غنوحدو المقام، هي تسعود، المقام هو الموحد، ناف، فوا ناف، فوالا موانز 1. A sur moins 1 puissance 2. Moins 1 fois moins 1, il y a 1. Fois Achara, elle a tsuout puissance moins 1. Quand il y a étape par étape, je mets le fourche. Et donc 1 sur 1, il y a 1. Fois, je nous dis comme fait le cours, il a qu'un indice moins puissance, brina positive, qu'un kalbo. كنقلبوا الكسر، هي تسعود
على 10. بويسونس أ، إذن هي 1 في 2 على 10 هي 9/10. حاولوا أنكم ديروا إيطاب باغ إيطاب باش ما تخطئوش. أوبيراسيون F، بحال هاد العمليات ما تخافوش منهم، زعما كل حاجة ديروا ليها الحساب ديالها. بحال دابا 2 بويسونس موانزا، شنو قلت لكم؟ تقلبوا تحيدوا النيجاتيف وديروا بوزيتيف، هي 1/2 بويسونس 1 باش تفهموا. بلوس، بغيت نحيد هاد الموا، اذا نقلبها، هي 2 سور 1 بويسونس 3. هنا اي عدد كما كان كسر عدد عشري بويسونس 0 سي 1 اوتوماتيكمون 1. 5 فوا 2 بويسونس، نخدمو بعدا هادي 5 فوا 1 سور 2 بويسونس 1. دابا نجيو لهنايا 1 سور 2 بلوس 2 في 2 في 2 سي 8. 8 سور 1 هي 8، هي 1 موان 5 سور 2. بحال هكا كضمنوا ان ما تغلطوش، يعني بشويه ايطاب با ايطاب. عندي هنا غنوحد المقام، هي 1 على 2 زائد 8 في 2 هي 16. عاوتاني هنا غادي نوحد المقام، عندي 2 على 2 ناقص 5 على 2 هي 17 سور 2 سور 2 موان 5 سي موان 3 سور 2. 17 سور 2 فوا مقلوب ديال هادي. عندي هنا الجداء، هادي غتمشي مع هادي، اي اونفا سي 17 سور 3. فوالا، هما في الامتحان كيعطيوكم بعض العمليات تخدموهم غير بشويه باش ما تخطئوش فيهم. اون باس اكزرسيس 2، بون هنا نديرو بويسونس سو فورم دو 10 بويسونس ان. شنو قريتو؟ ا بويسونس ان بويسونس ام ايغال ا ان فوا ام. غتكونو حافظين هادوك القواعد ديال البويسونس. دونك 10 بويسونس 3 فوا 5 فوا هاد الاتجاه هنايا بغينا نكتبوها 10 بويسونس ان. دونك الا كنا غاديين هاد الاتجاه كنديرو زائد وكنحسبو شحال من صفر، 1 2 3 4 فوالا، وهنا 10 بويسونس 13. جينا دابا ساهله، هي 10 3 في 5 15 زائد 4 على 10 بويسونس 13 تيكال بويسونس 19 سور 10 بويسونس 13. الا بغينا نحسبو دابا هادي، هذا غنطلعو الفوق، اش يولي عندي نيجاتيف فوا 10 موان 13. دونك سي 10 19 بلوس موان 13 هي 19 موان 13 هي
عشرة بويسونس سيس. اون باس. هنا عندي اش كتلاحظوا؟ عندي ميم باز هي سيس سيغ سات، سيس سيغ سات، ولكن المشكل عندي في ناقص. مني هذا بير، إذن هنا كيكون عندي بوزيتيف. غنشرح لكم احسن. هادشي عندي مثلا ناقص 3 بويسونس 2 هي ناقص 3 في ناقص 3 موان 3 فوا موان 3 سي 9 و 9 هي 3 بويسونس 2 دونك هادي إيكالا هادي دونك موان 3 إيكالا 3 بويسونس 2 هادشي اللي بغيت نشرح لكم مزيان سي بون هي هادي دابا موان 6 سيغ 7 راه هي 6 سيغ 7 بشرط يكون هذا بير إلا كان هذا بير 8 بويسونس 8 دابا مزيان عندي ميم باز هي 6 على 7 8 بلوس 7 هي 6 سيغ 7 8 بلوس 7 سي 15 فوالا هذا هو الجواب اون باس اي 5 كيبان ليكم 5 سيغ 8 بويسونس 4 فوا موان 15 سيغ 4 بويسونس موان 4 هنا هاد بويسونس موان 4 شنو كتلاحظوا هنا ميم اكسبوزون تكون عندكم قوة الملاحظة اذا نحاولوا نرجعوا هادي بوزيتيف اذا نخليو هادي مزيانه باش نرجعها بوزيتيف غادي نقلب نخليو الناقص ديالها 14 سيغ 15 سي بون اذا الا كان عندنا في الكور نكتب لكم شي ستيلو اخر بحال دابا عندي هنا ا فوا بي هنا ان هنا ان ايغال ا فوا بي بويسونس ان شي ما بانش مزيان نعاودو لكم هي ا فوا بي بويسونس ان هنا اللي غادي نطبقوا هاد القاعده عندي هنايا 5 على 8 فوا موان 14 سيغ 15 اذا ميم بويسونس هو 4 هنا بلا ما تحاولوا انكم ديروا الكالكول 5 فوا موان 14 غتحاولوا ديروا الجداء اش كتلاحظوا عندي 5 و 15 اذا 5 و 15 نديرو 3 فوا 5 وهنا 4 فوا 2 وال14 هي 7 فوا 2 فوالا هنا غادي نضربو على 2 مع 2 و 5 مع 5 اش غتبقى ليا 7 موان موان 7 سيغ 12 بويسونس 4 جي اوبيراسيون جي هي موان 7 سيغ 12 فوا 12 سيغ 7
بويسونس 6. اش كتلاحظوا؟ هادي غنرجعها ميم باز سي بون. عندكم لو شوا، يا اما ترجعوا هادي نيجاتيف واما ترجعوا هادي بوزيتيف. نخليوها ندير هكا 7 sur puissance moins 6 حيت قلبت المقام والبسط. دونك شنو كتلاحظوا هنايا؟ ياوي عندي ميم باز، هنا عندي امبير ضد ديال هادي. امبير يعني غنخليو موا، هذا امبير اذا امبير غتبقى ليا موا. حيت هذا قلبناه، الا قلبناه كنديرو ليها نيجاتيف. اذا موان 7 sur 12 عندي 3 بلس موان 6 ايكال موان 7 sur 12 3 موان 6 سي موان 3. دابا فهمتوا انا شنو درت؟ هنا قلبت المقام باش ترجع ليا دي موان 6. يا ابري موان 7 سور 12 باش يكون عندي ميم باز. اون باس اكزرسيس 3. فوالا donner l'écriture scientifique. Andi A égale à 352,19. Andi là l'écriture scientifique. C'est là. Rachrah tamzian fi tamarin. Idan hna l'écriture scientifique kanakhdo الرقم الاول لان A كتكون محصوره ما بين 0 و 10. إذن حنا غاديين هاد الاتجاه، اتجاه يعني زائد 10 بويسونس زائد. اذا الفاصله باش غاده؟ غاده بجوج، جوج الارقام وحده ها جوج. اذا 3.5219 في 10 بويسونس زائد شحال؟ يعني بجوج ارقام بار. نعاودو هنايا. اذا ليكريتور سيانتيفيك كناخذو الرقم الاول، ها شتي؟ اذا غادي لهاد الاتجاه ناقص، يعني 10 بويسونس ناقص يا 1.75 × 10 ناقص. عاد باش نحسبو، غتمشي ليا وحده جوج ثلاثة اي 4 موان 4 هادي درتها لكم كبيره باش تحاولوا تفهموا مزيان. اذا ليكريتور سيانتيفيك بغينا حنا الرقم الاول فوالا في 10 بويسون. فين غادي الاتجاه؟ غادي هكا، غادي جيت الرقم الاول. اذا زائد بشحال؟ زائد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اذا بويسون 9. جي هادي هادي غنخليوها بلاتي باش تفهموا، حيت كاين بزاف التلامذ ما فهموش هادي. هادي غنخليوها، خليوهم ما تمسوهاش. دابا نخدمو غير هادي، غير هادي. دان ليكريتور سيانتيفيك هنا
هي 5.41 في 10 بويسونس. الاتجاه غادي هكا ناقص، اذا ناقص بشحال غادا؟ 1 2 3 4، اذا -4. عاد باش هادي غنهبطوها فوالا. دابا غيجي عندنا الكالكول ساهل، 10 -4 بلس -19 كال 5.41 في -4 -19 سي -23. فوالا، كنتمنى ان فهمتوا هاد الشرح مبسط. اون باس اوبيراسيون دي، انا درت لكم هادي باش تحاولوا تكونوا كتعرفوا تخرجوها. اذا فين هي ليكريتور سيانتيفيك؟ كتحبس في الشيفر الاول، هي 2.5 فوا الاتجاه غادي هكا موان، اذا 10 موان بشحال غادا الفصيله؟ 1 2 3 4 5 6 و 7. إذن بويسونس -7، مفهوم؟ أو كيما قلت لكم قبيله، هادي ما نمسوهاش، هادي هادي خليها ترانكيل، هادي خليوها. إذن هادي اللي غنخدمو، ليكريتور سيانتيفيك ها هي 2.41325 × 10، الإتجاه غادي هكا، إذن زائد بشحال غادا؟ بثلاثة الأرقام. عاد باش هادي غنهبطوها، فهمتو؟ إذن هنا الكالكول يجينا ساهل. دابا 10 3 + 10 هي 13. اوبيراسيون اف، هنا لي 10 نديروهم ابار و لي شيفر نديروهم كالكول، نديرو لهم كالكول. اذا 2.5 × 2 × 10⁻⁵ + −3. 2.5 × 2 = 5 × 10. 15 − 3 = 12. فوالا، ثاني اوبيراسيون بحال هادي ما تتخلعوش منها، غتخدموها بشويه بشويه. اول حاجه هادي غنخدموها، اذا اتجاه غادي هكا، دونك موان حدكم 2.8 في 10 موان بشحال غادا الفصيله؟ 1 2 3 4 فوا 10 10، 2 × 5 هي 10. هادي تايا غنخدموها، ردوا البال، هادي ناقص غنحبسو في أ، إذا بشحال؟ 1.2 × 10 − 1، حيت الفصيلة مشات ليا مرة وحدة، فوا 10 بويسونس 7. شي دابا كتخدمو إيطاب باغ إيطاب باش متغلطوش. سيغ هادي غنحبسو في 3. الاتجاه غادي هكا بلوس، اذا بشحال غادي؟ 1 2 3 4. هنا تاخذوا لي شيفر بوحدهم، هادي وهادي، فوا 1.2 10
هادو غنجمعوهم في دقة واحدة، موان كاتر بلوس تيس موان زان بلوس سات سور تخوا فيغكول دو فوا ديس بويسونس كاتر. إذا هنايا عندي موان كاتر بلوس ديس هي موان هي سيس، سيس موان زا هي سانك، سانك بلوس سات هي دوز. إذا هادي غنديرو ليهم الكالكول، ديس بويسونس دوز، هادي غنضربوها، هادي غادي نطلعوها موان كاتر، فوالا. إذن في اللخر هادي غنديرو ليها الكالكول وتخرج لينا فوا ديس دوز بلوس موان كاتر. يا بليسون 8 هنا غنديرو الكالكول تخرج لينا تقريبا شي 5.2 فوالا. المهم الا ما فهمتوش شي حاجه عاودوا كتبوا لي في الكومونتير باش نحاول ندير دي زيكسيرسيس مازال. نتلاقاو في ندير لكم الكور ديال لي دووات روماركابل دون ان تريانجل. ما تنساونيش من لايك ومن ابوني. ميرسي.